مثلا عنده دي. لا ده ده تصوير مبدا التقديم اهو اللي عليه علم مصر بس انا ركبت في الحقيقه يعني انا مقدم تظلم علشان شايف ان الدرجات اللي ناقصها ابني في اللغه العربيه كتير قوي الانجليزي خصوصا هو مقفل بعض المواد يعني مقفل فاضل له كيمستري فاضل له درجتين يجيب الدرجه النهائيه الماني مقفل فيه الرياضه وهو علم رياضه يعني ناقص درجات بسيطه جدا فانا بعمل التظلم ده يمكن يكون في امل ان انا اقدر احصل درجات ليه علشان ربنا يكرمه ويخش هندسه الاجراءات سهله ولا صعبه؟ والله الاجراءات عاديه يعني انا مريت بالتجربه دي قبل كده بس انا شايف رسوب كتيره شويه يعني 100 جنيه او 102 على الماده كتير برضه يعني بس المساله بسيطه يعني بس ربنا يكرم يعني احنا بنحاول يعني عشان هم تعبوا بصراحه كفايه عليهم ازمه كورونا وان هم محبوسين في البيت فتره كبيره جدا فهم ابطال اي حد نجح في الثانويه العامه السنه دي انا شابوه وبرفع له القبعه